كابتن رضا عبد العال، الزميله ايمان الحصري بتساله عن اوضاع طنطا راح لبيتسو موسيماني. نشوف رايه في بيتسو موسيماني وبعد كده نشوف رايه في بيتسو موسيماني. خليني اسالك على تقييم حضرتك لموسيماني المدير الفني للنادي الاهلي. تقييمي من الناحيه الفنيه يعني؟ يعني انا شايف ان هو مدرب قليل جدا. قليل. وعنده قليل فنيا. يعني ما بيعرفش يدير، ما بيعرفش يغير، ما بيعرفش يقرا مباراه. هو المدرب ايه غير ان هو يعمل لك تشكيل ويقدر يقرا مباراه ويغير من طريقه اللعب ومن طريقه الاداء اثناء المباراه. بعدين ده ماسك النادي الاهلي يعني. الكلام ده لو ماسك اي فرقه تانية ماشي. انما اهلي وزمالك بالذات لازم يبقى المدرب اللي جاي عبقري عشان احنا نتعلم منه. احنا بنحكم على المدرب قوي او ضعيف ازاي؟ يعني مثلا اذا كان هو ما اتغلبش ولا ماتش فمنين بنقدر نحكم انه هذا المدرب ضعيف؟ ما فايلر اتغلب ولا ماتش. هو كان فايلر اتغلب، محمد يوسف لما مسك اتغلب، حسام البدري لما مسك اتغلب. ما المشكله ان النادي الاهلي ما بيتغلبش. بس هي المشكله كلها ان هو ده جاي يعلمنا. مش احنا مدربين هنا بنتعلم من المدربين الاجانب اللي بتيجي؟ يعني بس واحنا كمان عندنا مدربين مصريين يعني. معلش بس المدرب الاجنبي يعني مثلا فايلر لما جه حط بصمته فكل المدربين بدات عايزه تقلده. ان لازم يعمل تنافس جوه الفرقه عشان يحتاج ال 30 لعيب اللي بيتايدوا، لان انت عندك هنا اغلبيه الفرق اللي هي بتايد 30 لعيب بيشتغلوا 18 لعيب و12 لعيب بيبقوا ميتين. وكان اخرهم جروس، يعني كان اخرهم جروس في نادي الزمالك كان معتمد على 14 لعيب بس، وال 16 لعيب كان حاططهم في التلات. طيب كابتن رضا عبد العال رايه في بيتسو موسيماني قليل فنيا، ما بيعرفش يدير، ما بيعرفش كاتشن، ما بيعرفش يغير، ما بيعرفش يتدخل، ما بيعرفش تقريبا اي حاجه. ده رضا عبد العال عن بيتسو موسيماني في دي ام سي. طيب هات الريموت كده، روح لقناة النهار أو قناة تن. رضا عبد العال عن بيتسو موسيماني اللي ما بيعرفش يدير واللي ما بيعرفش يكاتشن وتقريبا ما بيعرفش حاجة. حولنا بالريموت، سمعنا إيه بقى؟ هكلمك عن النادي الأهلي وبالذات في الماتش اللي هو الأخير بتاع بيراميدز، ويمكن أنا كان ليا تعليق إن بيراميدز والنادي الأهلي مطرود منه السولية ومش عارف حتى يروح للجون، والنادي الاهلي ضيع ضربه جزاء وضيع واحده في القائم، ماشي في البيراميدز واحده في القائم، بس الفرقه تحس ان هي فاضيه. فرقه مخوخه، اسماء على الفاضي، كله كان بيلعب نجومه. ما تحسش ان في خطوره، ده النادي الاهلي كان ناقص وكان هيكسب. ودي هنا تحسب لموسيماني بقى. يعني احنا بنقول لسه قدامه عبال ما يبدا ياخد الاحساس ويعرف اللعيبه والكلام ده، بس هو عمل حاجه طبعا مش هفهمها غير الناس اللي هي يا مدربين يا لعيبه. اللي هو لعب 4-4-1 بعد الطرد. لعب اربعه اللي هم الديفنس عادي، ولعب في نص الملعب الاربعه اللي عملوا ستاره وساب اجايل لوحده هو اللي يناوش قدامه خلاص عشان ما يفقدش حته نص الملعب. هو كان بيقفل بيعمل كثافه عدديه في نص الملعب التغيير اللي عمله وطلع بادجي اللي هو كان لسه نازل عشان يقفل نص الملعب، لان لو لعب الاثنين راسات حربه كان هيبقى فيه فجوات كتيره وثغرات كتيره وكان ممكن بيراميدز يهدد. اذا موسيماني من وجهه نظرك هو مدرب ذكي؟ لا، هو مدرب عنده خبره، لان ما عملش التغييره دي الا مدرب فاهم. ما كان ممكن طلع مثلا اجاييه عادي. يعني هو مدرب كويس جدا جدا. طبعا، هو اللي يقول غير كده يبقى كذاب. طلع بيفهم، بيقول غير كده كذاب. وهنا نتحدث عن هو الكذب مش جزء من صناعه الوهم، صناعه موقف غير حقيقي. هو انت يا كابتن في الموقف ده، ده رايك؟ وهذه طلع بيقرا، يعني قرا وغير وكان اقرب الى الفوز وتعامل مع ظروف المباراه وتغييراته وغير بالطريقه كل ده وبعد كده بس في دي ام سي ما بيعرفش حاجه خالص. هو الفكره كلها الكابتن رضا
تشعر انه في حاجه مضايقاه وهو قالها صراحه. اه هو غير متحرر من حاجه مضايقاه بالنسبه للنادي الاهلي. يقول لك الاهلي ما عاملنيش باحترام وانا يعني في الاخر يعني او ببطل او بعد ما بطلت. رغم ان بقى ده ملف تاني خالص. اما نيجي نتكلم على الاحترام، لقد عاملك الاهلي باكبر قدر من الاحترام. اما المعامله التانيه اللي انت بتوصفها دي، شوف انت خدتها منين. انت عندك حاجات تفاصيل خليها لظروف، لكن انا بتكلم على الكابتن رضا النهارده. يعني وبعدين انا عايز اقول ايه؟ ايه اللافت على القنوات ونقعد نقول موسيماني ما عندوش؟ ما انا قلتها مره واثنين وثلاثه، ورايك خلاص نحترمه. لكن مش معقوله ان باستمرار وفي كل موقف ما عندوش فكره ما عندوش فكره ما عندوش فكره. وبعدين هتوصل ليه؟ جمهور الاهلي يا سيدي مقتنع بيه، وده الاهم. ياخد ثلاث بطولات ثلاثي ما عندوش فكره. يا رب يا رب يطلع ما بيقراش وبيقرا غلط، بس بيوصلنا ان نكسب الرابعه والخامسه ثم العشر. هو ده الحساب مع اي مدرب. هو ده الحساب مع اي مدرب. مش ان انا اتعلق جمهور اقول لهم اصل كنتوا ما بتفهموش انا صح بس ما بكسبش. طب وبعدين؟